تحية ليك طبعا كابتن الكبير كابتن هاني رمزي، وكل التحيه لزميلتي العزيزه سهام، واكيد كل التحيه لكل جمهور النادي الاهلي. اجواء وكواليس مباراه الاهلي وفيتا كلاب الكونغول، يا رب في البدايه ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. زي ما بنأكد كابتن هاني زميلتي سهام بالجديه والاصرار والعزيمه، ان شاء الله باذن الله يقدر النادي الاهلي يتخطى هذه المباراه رغم الصعوبه والاجواء والظروف اللي اكيد هنتكلم فيها طبعا مع كابتننا الكبير الكابتن سامي مصطفى مدرب فريق النادي الاهلي. يا كابتن سامي برحب بيك طبعا في البدايه، وموفقين ان شاء الله باذن الله. كل مره بنتكلم على الجديه والحماس وروح النادي الاهلي والشخصيه الكبيره وشخصيه اللاعبين هي اللي تقدر تحسم المباراه رغم كل الظروف، حطينا في الاجواء كابتن سامي الوصول الامور عامله ازاي، وحتى هذه اللحظه الامور ماشيه ازاي مع فريق النادي الاهلي؟ طبعا في الاول تحياتي كابتن هاني، وبقول له كل سنه وانت طيب وقبل مليون سنه. تحياتي لسام طبعا، وتحياتي لكل جمهور النادي الاهلي. زي ما انت قلت مباراه مهمه وكبيره بالنسبه لنا، واستعدادنا الحمد لله بشكل مميز الحمد لله. اللعيبه كلها عندها دوافع كبيره وعندها تركيز كبير ان شاء الله. يمكن التوفيق ما كانش معانا المباراه اللي فاتت، لكن اتمنى ان شاء الله يكون التوفيق معانا ان شاء الله وفي صالحنا، وان شاء الله نقدر نحسم ان شاء الله المباراه ان شاء الله صالحنا باذن الله. مش هنتكلم عن الظروف يا كابتن سامي، لان الظروف حقيقه اللي متواجدين فيها، الرطوبه، الترتان، الجو العام. يعني حابين ننقل للناس الصعوبات اللي بيقابلها النادي الاهلي والانجاز لما بيتحقق بيبقى عامل ازاي، لان بيبقى جاي بعد جهد كبير جدا. اللعيبه بتجتهد والجهاز الفني بيجتهد بيذاكر، فريق فيتا بينقصنا التوفيق بس يا كابتن سامي في هذه المباراه. بص خلينا نتكلم، يعني طبعا انت اكتر واحد شايف الجو عامل ازاي والرطوبه، وشايف الملعب وارضيته وتوقيت المباراه نفسه الساعه 2 يعني صعب كده. لكن دايما احنا ما بنحبش نتكلم في اعذار. اللعيبه اتكلمت النهارده والراجل اتكلم النهارده ان ما فيش اعذار. لعيب النادي الاهلي اللي هو قادر، اللي هو بيلعب في النادي الاهلي بيلعب في كل الاجواء المتاحه، سواء الصبح سواء بالليل، جو حر جو برد، فكل الامور ديت يعني اعتقد اللعيبه مركزه كويس وعندها هدف واحد بس بتسعى له، كلنا اللي احنا نرجع تاني ان شاء الله بثلاث نقاط مهمه بالنسبه لنا، وان شاء الله تاكيد لصعودنا ان شاء الله للدور الثاني. التدريب الاول النهارده زي ما بنقول لوائح الكاف، بتدينا تدريبين على ملعب ترتان. جوده الملعب يا كابتن سامي يمكن دوست عليه واتدربت عليه النهارده اول يوم، انطباع اللعيبه ايه عليه مع الرطوبه كمان في التوقيت ده؟ امر صعب جدا، فحابب اخد منك انطباع اللعيبه كان عامل ازاي النهارده، وانطباعكم الجهاز الفني عامل ازاي؟ برضه هرجع تاني اقول لك ان يعني مش عاوز اتكلم في حاجه عشان ما تتقالش اللي دي اعذار والكلام دوت. ارضيه الملعب حوالي بقاله حوالي تقريبا 8 سنين او 9 سنين ما اتغيرتش يعني، وده صعبه جدا في الـ في الـ في الملاعب اللي هي النجيل الصناعي. يعني الجو طبعا زي ما انت شفت برضه نفس القصه، لكن عندنا ثقه كبيره جدا في اللعيبه. اللعيبه اتكلمت مع بعض، وزي ما قلت لك الراجل اتكلم في النقطه ديت ان مفيش اعذار، لازم نلعب في كل الظروف المتاحه بالنسبه لنا، ولازم نقاتل عشان احنا اللي حطينا نفسنا في الموقف الصعب ده، واعتقد ان مفيش حد هيخرجنا منه الا احنا يعني واللعيبه ان شاء الله. ان شاء الله. كان باين يا كابتن سامي في التدريب النهارده في كرات مشتركه وحماس وجديه كبيره جدا. شفنا محمد هاني مع صلاح محسن بيبان الجديه والحماس. اصابه مع محمد هاني، لكن دي بتدينا انطباع وبتدي الجهاز الفني انطباع ان في رغبه كبيره جدا وفي حماس كبير جدا ان شاء الله نعدي كل الخطوات. بصوا ده عشاننا دايما في لعيبه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي دايما في الاوقات الصعبه، لان هو لعيب كبير ودايما المباريات الكبيره تبقى عاوزه لعيب كبير. اعتقد النهارده الحماس كان كبير جدا في التمرين، كله عاوز يشارك، كله عاوز يقاتل، كله عاوز، عارف ان الموقف صعب جدا، عاوز يكون له دور كبير جدا في الصعود. يعني يمكن النهارده اصابه خفيفه لمحمد هاني يعني، لكن الحمد لله بسيطه، يقدر ان شاء الله يشارك يعني المباراه بسهوله يعني. لكن زي ما انت قلت روح جميله وتصميم اللعيبه اللي هي عاوزين يحققوا الهدف دوت، وان شاء الله ربنا يكتبه لهم ان شاء الله. على ذكر التصميم يا كابتن سامي، غياب علي معلول بيزود دوافع عند لعيبه النادي الاهلي، واحد بقيمه علي معلول الكبيره، واحد من نجوم النادي الاهلي، دي بتزود رغبه وبتزود دافع. عايزين الناس تفرح جمهور النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي عايزه تفرح الجمهور، وعايزه كمان تسعد اللعيبه اللي مش متواجده معاها. تتفق معايا في هذا الامر ولا لا؟ طبعا معاك مليون في الميه. علي من اللعيبه المميزه جدا ومفتاح كبير جدا، مفتاح لعب بالنسبه لنا يعني، سواء على المستوى الدفاعي والمستوى الهجومي والكرات الثابته، ولعيب عنده خبرات كبيره ويقدر تلاقيه موجود يعني. لكن زي ما قلت وزي ما انت قلت ان اللعيبه كلها عندها تصميم لا يتحقق كده. عندنا ثقه كبيره جدا في كل اللعيبه الموجوده، حتى وحيد لما لعب قبل ما يتصاب ادى اداء كويس النهارده، ان شاء الله ايمن يشارك ان شاء الله برده ويؤدي اداء طيب، وان شاء الله تكون دي هديه لينا لعلي ان شاء الله ورجوعه تاني باذن الله. اللعيبه بتتكلم على الجهاز، لكن كابتن سامي ابرز الكلمات اللي ممكن يقولها ايه مع لعيبه النادي الاهلي؟ تحفزهم ازاي؟ انا عارف الرغبه موجوده والدافع موجوده، لكن بخبرتك الكبيره اكيد الرساله بتوصل والدافع بيوصل، تقول اللعيبه كابتن سامي في هذا الامر؟ بص والله يمكن احنا دايما بنتكلم كده وكابتن سيد نفس القصه، ويمكن انت عارف لان احنا العنصرين الوحيدين اللي في الجهاز مصري يعني، فقبل ما بتتكلم بتلاقي اللعيب هو اللي بيكلمك في الحاجات ديت يعني، اللي ما تقلقش ان شاء الله احنا مركزين، احنا
عارفين وضعنا صعب ازاي، عندنا تصميم ان احنا ان شاء الله نكسب ونأدي اداء كويس ونكسب مكسب كويس. فكل الحاجات دي بتطمنك وبتدي لك ثقه وبتدينا ثقه وبتدي للراجل ثقه وتدي ان شاء الله جمهور ثقه. ودايما النادي الاهلي اعتقد ان اللعيبه ما خذلتلوش في كل الاوقات يعني. فاعتقد ان شاء الله ان المباراه يوم الثلاث ان شاء الله برده نفس القصه، اللعيبه تادي فيها اداء كويس جدا وان شاء الله تادي نتيجه كبيره تساعدنا ان شاء الله في التاهل ان شاء الله. شكرا 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 شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن سامي مصطفى مدرب فريق النادي الاهلي. تصريحات مهمه جدا اكيد يا كابتن هاني. زميلتي سام حاله تركيز كبيره لكل لعيبه النادي الاهلي، وده اللي بنراهن عليه على طول، الجديه وشخصيه النادي الاهلي وروح الفانيلا الحمراء في كل مره بناكد على هذا الامر، لان المباراه دي بتتحسم كده، بتتحسب بشخصيه اللاعبين وبتتحسب بقيمه النادي الاهلي الكبيره. هو هدف وحيد ان شاء الله باذن الله يستطيع النادي الاهلي ان يتخطى مباراه فيتا الصعبه جدا جدا. بناكد على صعوبه المباراه لان كل الظروف والعوامل المحيطه بهذه المباراه مباراه صعبه، لكن لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله تكون على قدر المسؤوليه، وايضا كمان كل لعيبه رجاله زي ما عودتنا هدفها وحيد هو اسعاد كل جمهور النادي الاهلي. عوده الاستوديو مره ثانيه والكابتن هاني رمزي وزميلتي العزيزه سهام.